اعتدي عليهم، قوات الامن كيف كيف، شوفوا في معدل الاعمار، شوفوا في الصور هذه العباد الكل كانت لامت على جماهير زملكاويه، شوفوا الاستاديم على محبي النادي الرياضي بنزرتي كيفهم كما غيرهم، ونشوفوا العمليات هذوما ومن بعد يونامبونيتي بالطبيعه، وهذا كل باسم الوطنيه. كنا نتصوروا انه برشا حاجات باش تتغير منذ يوم 14 جانفي، انه الجهويات باش تنقص، انه الصور هذه تاع العنف في الملاعب ما عادش باش نشوفوها. مراد شنو تعليق على الصور هذه؟ ما عادش انا نشوف فيها ذاك اللبس ماريو البرسلون، حاجه غريبه معناها. والله شيء معناها الواحد كان ما شافش بعينه وما يصدقش، معناها 16 18 سنه عنف تفرج متواصل العنف، حتى اللونتخي تاع التونيل، حتى قوات الامن غير كافيه للحفاظ على امن الحاضرين في ملعب 15 اكتوبر. شو هذا وشيء متواصل معناه؟ ما عادش عنف ولا تهشيم، مقصود تهشيم الممتلكات نتاع الدوله، معناها نتاع ملك عام، تهشيم الممتلكات. وبعد وقت اللي يتم محاسبه، سامحني، هذوما المدخلين، يولي الامن اعتداء على العباد وعلى الشبان، ومسكين هذاك امه واهله في الدار اللي هما يشوفوا في الصور هذه، من بعد شو ذنبهم هما؟ شوفوا في ابنائهم يعني في التلفزه كيفاش قاعدين يخربوا، يعني تخريب، هذوما مخربين لازم يكونوا صارمين معاهم. انا والله نلوم حتى على الجامعه، يعني الجامعه يا اخي يكون صارم بقراراتك، وقت يسمع مع الاسف مستقبل المرسى المره الاخرى تعاقبت ومن بعد استأنفوا الحكم ورجع كانه ما صار حتى شيء. شوفوا التجهيزات معناها اللي تسوى، الفلوس ما عندها قيمه، حتى قيمه ساعه نحبوا ناكدوا اللي الفلوس ما عندها حتى قيمه قدام قدام الارواح ولا قدام السيد العباد وصحتهم، لكن هذوك نذكر الساده المشاهدين انه كما يعرفوش اسعار نتاعهم حاجه باهظه برشا بالنسبه للتجهيزات التلفزيه اللي ملك قناه نسمه مثلا. تفضل سي محمد. والله انا نحب نجيب كما قال سي وجدي، ربما يلزم الجامعه تكون صارمه، وربما المقترح نتاع مكتب الجامعه اللي في الجلسه اللي فاتت قالوا باش يقع اضافه زوز فرق وما فماش نزول وفماش باش يزيدوا في العدد الفرق، ربما بعض الجامعات تقول لك ما فماش نزول فما كان الصعود، احنا نجتاحوا الملاعب ونقصوا على الشامبيون. انا رايي العقوبات لازم تكون صارمه، واللي يخطئ كما هذا لازم تكون عقوبه صارمه وانزال الفريق. انا سامحني كمحب اليوم للنادي الرياضي بنزرتي، قاعد في داري، نعم، قاعد في مع عائلتي نتفرج في المباراه يوم احد عشيه، يقول لك شنو ذنبي انا وشنو ذنب فريقي النادي الرياضي بنزرتي؟ علاش العقوبات تكون للجمعيه مش فرديه؟ علاش السيد هذاك اللي شفناه توا اون ايماج غو بلون على وجهه نعرفوه، يظل قوات الامن ولا القوات الداخليه تنجم تلقاه شكون، علاش ما يتمش منع الناس هذوما من الدخول للمجمع. مدارج يا خويا خنطهم مدارج، ذولي مشاكل هذه صارت في العالم مجمع والبي اس جي. غوبان لوبخو رئيس نادي باريس كان بحذانا في الصيف في استديوهات نسمه، كان عارج على المشكله هذه ولقى الحل. اليوم شوفوا الكغادان تاع البي اس جي نظاف، شو هو الحل في الاطار هذا؟ انا متفق معك مهدي، ينجم بالفيزيوناج نجم نطلعهم واحد واحد ونمنعهم الملاعب او اتخاذ قرار صارم بقيه المقابلات او يكلوا حتى تتم الشامبيونان نتاعنا في هدوء. انا هاي لازم تكون قرارات صارمه، ما دام يسمع مقابله باجا والمرسى ولجنه الاستئناف تكسر قرار الرابطه، هذاك يقول لك معليش خلينا نجتاح. انا هوني سامحني، انا ما نعرفش من موقعي، ما عنديش المعلومات الكافيه، لكن كي نشوف هكايا ما عادش نحكي على كره قدم، ما عادش نحكي على جامعه ورابطه، نحكي على قانون ونحكي على قضاء يظهر لي في الحاله هذه. قبل الاجابه جاتنا من الكواليس، يقول لك سي دي زانديكاتور تاع البوليسيه والحاكم اللي هما يكسروا ويهاجموا، هذاك علاش كانت عندهم اون سيغتان امبونيتي ما يدخل فيهم حد. اليوم بزار تعرفوها مدينه صغيره، ما عباد تعرف بعض، عباد متربيه، عباد واعيه، علاش العباد هذوما ما نشوفوش القائمه نتاعهم ويتم منعهم من دخول ملعب 15 اكتوبر؟ والله شو نقول لك، يعني صعيب نوعا ما، خاطر مش عندك واحد او اثنين، هذا ما يعدوا بالالاف، يعني صعب انك باش تحدد يعني شخص او اثنين، لكن انا اللوم يمكن على هيئه الاحباء، هي اللي لازم تاثر مثلا الجماهير هذه، هي اللي تحطها في الاصابه. شفنا الاستاديه زاد يكلوا في الضرب معنا على الميدان. بالنسبه للاستاديه هذه حديثه العهد بالنسبه لنا، يعني اول مره ممكن يعني في بنزرت، عكس الامن، الامن كان ممكن كي كانت الامن موجود ما تلقاش الوضعيه هذه، خاطر في المباريات كيما هذه كان الامن يطوق الملعب، ما يخلي حتى واحد ينزل للميدان، لكن هي الاستاذي هو واحد من الشعب، وصعب جدا انه باش يتحكم في الفول. هذا صعيب ياسر، ما تنجمش، يعني نقول لك يعني ما نجمش، وكنت يعني متوقع السيناريو هذا، خايف من النتيجه، لانه تعرف كل شيء ممكن، خاصه بعد الثوره هذه اصبح كل شيء ممكن.
يعني الناس ماهيش طبعا تقريب 15 دقيقة بعد وقوف المباراة مازال الجماهير مجتاحة الملعب ومازال الأمن ما تدخلش الشيخ بكوي ليغ دو جو واجد. هما ماهيش مسألة لجنة الحباية حسني، أنا حتى لجنة الحباية ما عندهم عليها حتى قوة وحتى سلطة ما ينجموهمش. هذوما يلزم الأمن ياخذ معاهم قرارات يعني صارمة وصارمة جدا باش ما تتعودش الحكاية هذه، لأنه مع الأسف يعني لازم نعرفوا اللي احنا يتفرجوا فينا الناس وقناة نسمة يشوفوا فيها في الخليج ويشوفوا فيها في أوروبا وغيره، والأشياء هذه ما تخدمش حتى سمعة الرياضة. ولا حتى كما يتفرج فينا حد ما يعنيش يشوفها، أنا كتونسي في تونس موجود حتى كما يتفرج فيها حد.